من ويندزور ينضم إلينا مراسل غد عمر بشير. عمر، ما هي الإجراءات التي سيتم اتخاذها في الأيام المقبلة تحضيرا لجنازة الأمير فيليب؟ نعم لينا، يعني هذه الإجراءات ما تمت منذ يوم الجمعة الماضي وما سيتم لاحقا خلال فترة الحداد، سواء الحداد الملكي أو الحداد العام في البلاد، كلها مجدولة قبل سنوات أو عندما كان الأمير فيليب على قيد الحياة. ما تم إلى الآن رسميا بعيدا عن رسائل التعزية من الرؤساء والمسؤولين للملكة والعائلة الملكية هو أن قامت المدفعية البريطانية والقوات الملكية البريطانية بإطلاق 41 طلقة من مدافع الملكية البريطانية في كل من إدنبرا، لندن، كارديف وبلفاست، عواصم اسكتلندا وإنجلترا وويلز وإيرلندا الشمالية، بالإضافة إلى عدد مماثل من الطلقات التي أطلقت من جبل طارق. هذا الحداد الذي دخل منذ يوم الجمعة الماضي ينقسم إلى قسمين، أولا حداد ملكي لمدة 8 أيام، حيث دخلت الملكة إليزابيث الثانية في حداد خاص بها لمدة 8 أيام، سوف تتوقف فيها عن كافة النشاطات الملكية بما فيها إصدار أي مراسيم ملكية احتراما لفترة هذا الحداد. وهناك حداد عام في البلاد يمتد لفترة أطول. الأعلام في بريطانيا سواء على المؤسسات الملكية أو الحكومية قد أخفضت إلى منتصف السارية، تنكيس الأعلام تم إلى منتصف السارية، وهذا التنكيس سيستمر حتى الساعة 8 من صباح يوم الأحد المقبل، أي بعد تشييع الأمير فيليب في الجنازة المنتظرة يوم السبت، وهي بسبب قيود كورونا قلصت لمشاركة 30 شخص بما فيهم رؤساء دول الكومنولث الذين تمثل الملكة أعلى هرم في هذه الدول. أيضا بعض المؤسسات الخاصة وفقا لما قالته الحكومة البريطانية لها حرية اتخاذ المواقف والإجراءات، بمعنى إذا ما أرادت أو رغبت في إغلاق هذه الأماكن الخاصة بها في يوم الجنازة يوم السبت المقبل. كما هو معروف أن البلاد سوف تدخل في قيود أو في تخفيف قيود الإغلاق العام بدءا من يوم غد، بالتالي سيعاد فتح هذه المرافق والمؤسسات للخدمة في الهواء الطلق، ولكن لها حرية القرار هذه الأماكن والمرافق والشركات في أن تغلق أبوابها يوم الجنازة إذا ما رغبت في ذلك. الأنشطة الرياضية المتبعة هنا في البلاد سواء كرة القدم أو غيرها من الأنشطة الرياضية والمجدولة مسبقا على أن تقام يوم السبت المقبل سوف يعاد جدولة أزمنة جديدة لهذه الأوقات، بمعنى أن ترحل إلى أيام لاحقة، في حين أن اللاعبون أو أن اللاعبين المشاركين في هذه النشاطات سوف يرتدون شارة سوداء على أكتافهم تعبيرا عن الحداد. العائلة الملكية طلبت من البريطانيين عدم وضع أكاليل الزهور على القصور الملكية بما فيها قصر ويندزور هنا حيث تقيم الملكة، وأيضا بما فيها قصر باكنغهام الأشهر في بريطانيا، ولكن واضح طبعا بسبب قيود فيروس كورونا والحفاظ على السلامة العامة، ولكن واضح أن البريطانيين ربما لم يعني يلبوا هذا الطلب وجاءوا بواقع الحب والتقدير للعائلة الملكية وقاموا بوضع أكاليل الزهور والورود على مداخل القصور وأيضا رسائل التعزية الموجودة مع هذه الورود، وقاموا بالتقاط الصور. وكما تشاهدون هنا يعني يتوافد البريطانيون لتقديم واجب العزاء للعائلة الملكية وللملكة إليزابيث المقيمة حاليا هنا في قصر ويندزور، والذي سوف تبقى موجودة فيه إلى حين مغادرة جثمان الأمير فيليب للقصر ونقله إلى مثواه الأخير. يعني هذه أهم الأحداث المجدولة والمخطط لها في هذه الجنازة المنتظرة يوم السبت المقبل. أشكرك جزيلا عمر بشير مراسل الغد من ويندزور.